عايزة أسيبك. أنا كمان ما نجيب القبلة في الحوس اللي احنا محتاسينها دي. يا شعبان يلا. الله، مش الصورة دي للجدع اللي اسمه شعبان؟ ايوه هو ده. مش معقول يا ابني. الايه في ايه؟ تصوروا ان اسمه فريد مش شعبان. مش اسمه فريد، اسمه شعبان. يا جدع انا بقول لك اللي مكتوب قصادي. انت هتيجي اسال الحكومه تعرف اكتر منك ومني. هو الجرنان بيكذب؟ ما دام بيقول اسمه فريد يبقى اسمه فريد. هو عمل ايه؟ ده قتل واحده رقاصه. بقى كان عايش معانا ومسمي نفسه شعبان وهو اسمه فريد. ده مجرم خطير. الغريب انه كان معايا امبارح وقال ايه؟ بيسأل على ورقه. التاريخ. صباح الخير. نشكركم على حسن الضيافة. ازيك يا متولي؟ اهلا يا شعبان. فريد يا فريد يا رجال، فريد اللي قتل الرقاصة. امسك يا علي، اجري يا علي، علق عليه. ما انا هقول لكم، ايوه هقول لك كل حاجة. استنى بس، ده فريد اللي قتل الرقاصة. رقاصة مين؟ انا هقول لكم على كل حاجة. انا حدث الوكيل انا وانت يا راجل. هقول لك على كل حاجة. انتوا اصلكم ما انتوش فاهمين اي حاجة. انا هقول لكم، انا بقوله قدام حدث الوكيل. انا هقول لكم على كل حاجة. ايوه طيب، عال اهو البيه الوكيل اهو. ايوه قول لهم بقى يا بيه انا بقى مين. الله، بقى تضحك علينا المده دي كلها يا قتال القتله وتسمي نفسك شعبان. يا بيه انا شعبان فعلا، الموظف الزهورات اللي اشتغلت معاك 4 سنين. ما انتش فاكر لما كنت بهساك واشدك من كرافتي؟ انت سيد. سيبك من الكلام ده كله، انت اسمك فريد وصورتك في الجرنان ايه؟ الجرنان هيكذب. ايوه يا حضره الوكيل، بس سيادتك مش واخد بالك. ما ده شعبان اللي كان موظف عندنا، انت ناسيه؟ انا هشرح لك اصل حصل. يا بنتي سيبك من الكلام ده، ما توديش بنفسك في داهيه، ده مجرم يا اخوانا. انا شعبان. يلا خدوها على البوليس. انت فاهم قتل الرقاصه؟ انا شعبان. يلا خدوها على البوليس. الفاليرو للحلويات الفاخره. الفاليرو. الفاليرو. قريت المكتوب في الجرنان؟ قريته. جالك كلامي؟ ما كانش لازم تجازف وتيجي مصر. مجازفة ايه؟ بالعكس، انا دلوقتي في امان. النصاب اللي انتحل شخصيتي واخد ثروتي اخد معاه الحكم بالاعدام. افرض واحد شافك وعرفك؟ طمن، لغاية ما سافر مش هخرج من هنا. نادي على الشهود. الجدع ده جاني من 4 سنين. هو مين؟ هو ايه؟ معرفش. لكن بقى تطوراته كانت غريبة، واول ما شفته كده قلت الواد ده مخبي حاجة. هي ايه؟ معرفش. لحد بقى ما قرينا حكايته في الجرنان وعرفنا كل حاجة. هو قال لي ان اسمه شعبان وعرفناها على كده، انما اصله فصله العلم عند الله يا سعادة البيت. والجرنان بيقول اسمه فريد، والاهرام ما يكذبش يا سعادة البيت. ما كانش بيدفع أجرة أبدا. يا ستي خلينا في موضوعنا. أمي قالتها لي كلمة حكمة، مالكيش دعوة بحاجة. يعني يا ولاد توديني في داهية علشان أمي قالت لك مالكيش دعوة بحاجة؟ إيه؟ وأنا مش عارف إن كنت رمضان ولا شعبان، وأنا كنت دخلت سريرتك. هو قال لي اسمي شعبان، شعبان شعبان. يا حضرة الأرض، الله نسيك. إحنا ورانا عيال، مش عاوزين مسؤولية. ده شعبان ولا مش شعبان؟ الله اعلم. انت هات لي سعادتك بيه. طبعا فريد.
احنا حنتوح عن فريد الغطريفي؟ ده فريد ابن المرحوم الغطريفي بيه، طول عمره متربي معانا. انا فريد برضو يا مغاوري يا مغاوري يا مغاوري يا ابن المغاوري. لسه مش عارف ايه الحكاية؟ تعرف الشخص ده؟ الشخص ده محكوم عليه بالإعدام. يا ما انت كريم يا رب. كل ده كلام فارغ، ده شعبان، انا متأكدة انه شعبان. فريد ايه هو رقصت ايه اللي هيقتلها؟ وهو ده يعرف يقتل برص؟ هو شعبان، انا متأكدة انه شعبان. وسيادتك بقى متأكدة منين؟ هي الناس بتتأكد من الناس ازاي يا اخواتي؟ هو شعبان وخلاص. ترفع الجلسة نصف ساعة للاستراحة. وبعدين يا أستاذ، هيضيع بالشكل ده مع إني والله 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 متأكدة إنه مظلوم. وأنا كمان. طب ساكت ليه يا أستاذ؟ ما تقول لهم. مش هيصدقوني، لازم أجيب لهم دليل. دليل؟ ده إحنا غلب حمارنا. هو في خيط، لكن خيط ضعيف شوية. انما هو امل وكله متوقف على انه يكون شعبان ما بيكذبش. والله ما بيكذب، والله العظيم ثلاثة ما بيكذب. انا هحاول ااجل القضية شوية على قد ما اقدر عشان نكسب وقت. هذا بالاضافة الى ان جميع الاوراق الرسمية تؤكد بطريقة حاسمة ان الذي امامنا هو فريد وليس شعبان. ورحمة امنا شعبان، شعبان. إذن كيف يؤكد جميع الأقارب أن الذي أمامنا هو فريد؟ يا سعادة البيه، يا سعادة البيه، دول نصابين، هم غرروا بيه وجم قالوا لي اعمل فريد الغطريف. أنا ماليش دعوة، أنا شعبان. هم عملوا كده عشان يلهفوا الفلوس، وأنا كمان لهفت الفلوس. ما أنا لهفت شوية وهم لهفوا شوية، يعني أنا نصاب. الحكومة تاخد اللي ليه، تاخدوا اللي ليكم، وأنا نصاب. احبسوني. بس قالت لي أنا معتاد. أصل جالي واحد، أنا هقول لحضرتك، جالي واحد اسمه فريد الغطريف. انا عرفت ان هو فريد الغطريفي لما عرفت الحكايه بعد كده. كان عايز يتنصص معاي. انا ماليش دعوه، انا غلبان. عبد الجواد ده ياكل مال النبي. وعلى راي من قال لا تكن اداه في ايد من يغرروا بيك. وعلى راي شاعر الربابه سابوا البرضعه يا ابو زيد ومسكوا الحمار. وانا حمار، انا حمار يا اخوانا، انا حمار. سرقوا الصندوق يا محمد، وانا حمار يا بيه. سيد الرئيس، واضح ان موكلي مصاب بلوثه، فارجو تحويله الى مستشفى الامراض العقليه للتحقق من ذلك. اسم سيادتك؟ ما هو موجود عند سعادتك. يوسف، يوسف نور الدين. في حاجة يا فندم؟ استنى شوية. مفيش فايدة. يعني ايه مفيش فايدة؟ بقالنا ثلاث ايام بندور. الفلوس لازم تكون هنا. بنك مفيش، يبقى لازم تكون هنا. المرتبة؟ احنا ما دورناش في المرتبة. ده فلاح لازم يكون شايل فلوسه في المرتبة.